تفضل. يعني لدي اخت ادت فريضه العمره شهر رمضان المبارك. نعم. يا سليمان اسمع التلفون، من التلفون كلمنا وقصر التلفزيون شوي، قصر التلفزيون. تفضل يا اخي الكريم. الله يسلمك. يلا. عندي اخت من الرياض، من نعم. الرياض ادت فريضه العمره في شهر رمضان المبارك ورجعت للرياض وما قصرت الشهر. ما ايش الحكم اللي عليها؟ تقصر في الرياض ما في معنى. نعم تقصر في الرياض. الحمد لله جزاك الله. في الرياض. اي نعم. ايش اللي ترتب عليها طيب؟ وش حصل منها؟ يسألك الشيخ. حصل عليها جماع بعد ما جيها للرياض؟ لا. ايوه تقصر تقصر وخلاص يكفي، تقصر تكمل عمرتها ويكفي. الحمد لله. بارك الله فيك يا سليمان.